من كل مدينة وبلدة عراقية يتوافد المتظاهرون إلى الساحات، ويتمركز ثقلهم في ساحة التحرير وسط بغداد التي تلخص العراق الجامع بجميع أطيافه ضد منظومة فساد وصلت مع الشعب العراقي إلى مرحلة القطيعة الكاملة. جينا من محافظة الديوانية لندعم وإسناد إلى أخواننا في ساحة التحرير، ثورة سلمية اللي حاولت بعض الجهات تحويلها إلى ثورة قالوا أنها دخول إلى الخضراء أو تعدي على بعض المنشآت أو المؤسسات الدولية الموجودة داخل الخضراء حتى يحاولوا تحويلها إلى ثورة مشاغبة. إحنا جيتنا هنا لبغداد مستنداً لبغداد، لأن كل المحافظات إحنا واحد، احنا اهل البصرة، خاصة اهل البصرة، اهل الديوانية، اهل الحلة، جميع المحافظات اليوم ببغداد مستنداً لاهل بغداد. هم واحد وقضية متفق عليها بين جميع المتظاهرين، لا رجوع عن التظاهر حتى اسقاط النظام وتنحية الاحزاب وتنظيف العراق من الاذرع الايرانية والامريكية. صرخات مشبعة بالألم والقهر تصدح في ساحة التحرير لتغطي على أصوات الرصاص والقنابل. احنا جيل شباب صعدنا، شفنا المناصب، شفنا عمايمهم، شفنا كل شيء شفناهم يبوقون يقتلون بينا، نهبونا، طيحوا حتى حظنا وحظ ابهاتنا. يعني شنو شفناه سووا لنا الا شنو غير نريد نعرف احنا؟ يعني شهايد شباب لا شغل لا عمل، قاعدين وساكتين، والله لو يبيع كلينس، لو يبيع شعر بنات، لو ما ادري ايش يبيع، يعني ماكو هيك وضعيه. لا يوجد شيء في العراق اليوم اقوى من ارادتهم التي ترجموها الى عمل ثوري دؤوب مبني على الروح الوطنيه والوعي السياسي والصبر على مشقه طريق الحريه، أملاً في الوصول إلى نهاية نفق بدأت الأنوار تسطع من آخره. تعال ناطن يا طلقة، مو هنا ناطن يا أريدها بصدري، لا تخوفنا، ترى احنا تعلمنا 16 سنة، تعلمنا على الانفجارات وتعلمنا على قتل، فلا تخوفنا بعبوة صوتية، تخوفنا بقناص، هاي أعزابك رجعها لإيران جابتك.